السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء تحية طيبة لكم ولقاء جديد وياكم إن شاء الله. ورايحين إلى اليونت الثاني. اليوم ماخذين القطعة الأولى اللي هي قطعة ضباط الشرطة، بوليس أوفيسرز ديوتيز، إذا واجبها ضباط الشرطة. شنو بوليس أوفيسرز ديوتيز؟ يعني هنا بوليس أوفيسرز ضباط الشرطة، وديوتيز هي واجبات، جاية من كلمة ديوتي اللي هي واجب. شلون أجمعها؟ مرات أقلب الواي إلى آي وأضيف إي إس، ديو تيز. إذا قلبت الواي إلى آي وأضفت إي إس، إذن واجبات ضباط الشرطة. تابعوا، افتح ملازمكم وكأنه أنتم تتابعون وتكتبون الملاحظات اللي أقولها. قال people have to follow the law، الناس عليهم أن يتبعون. people الناس have to عليهم، و follow يتبع. أيضا أول كلمة مهمة عندنا هي اللي هي كلمة follow. follow يعني يتبع. the law القانون، law القانون التنقري law. إذا لو عندنا هنا law أكو law هاي واطئ وهاي law تنقري قانون، فإذا الناس عليهم أن يتبعون. ليش يتبعون القانون؟ طبعا إحنا أكيد بدون قانون تصير شريعة غاب، تصير البقاء للأقوى مثل الغابة، الأسد هو يأكل كل شيء. فإذا بدون قانون راح يكون الأمان صفر، ماكو عيش بأمان، لذلك نتبع القانون so that we can all كلنا live together safely. إحنا لما نجينا سؤال بس نقول to live together safely، إذن بس نقول to live safely حتى ما يحتاج نقول together. إذن بناخذ من هذا to live safely، وsafely هنا جت ظرف واللي هي جاية من صفة safe، خلينا لها ly صارت ظرف، والظرف إيش يوصف لي؟ يوصف لي فعل، يعني safely وصفت لي طريقة العيش live. تمام، ذكروا ما الفولو فولي نفس الشيء. يعني بعدين قال there are، انت بوركزوا يعني there are هناك different laws، هناك قوانين مختلفة، يعني أكل كل دولة بها قوانين. هنا عندنا ويا ضباط الشرطة قوانين مختلفة، يعني مثلا وزارة الداخلية بها المرور، بها المكافحة، بها الجرائم، بها الحدود، وهالشكل. هنا راح يقول بما أنه عندي قوانين هواية so police officer ذلك ضباط الشرطة have a lot of different duties، يعني معادلة طردية، أكو different laws صار عندي different duties، صارت عندي واجبات مختلفة. إذا نخاف يقول لنا واي ليش ضباط الشرطة عندهم different duties واجبات مختلفة؟ لأن أكو different laws عندنا، there are because there are different laws. ممكن يقول لي because there are different laws police officers have a lot of different duties، بدون different يقولون a lot of duties. إذا فهموا فهم بما أنه أكو قوانين كثيرة ضباط الشرطة صارت عندهم واجبات كثيرة وعادلة طردية. مثلاً some officers راح يبدي يحكي لنا عن واجبات some officers، بعض الضباط direct traffic. إذن أول واجب، الواجب الأول للشرطة شنو هو؟ direct traffic، تنظيم السير، يبدون من الشارع direct traffic، انتبهوا لي direct traffic تنظيم السير. شنو السبب تنظيم السير؟ to make sure، هنا الجواب to make sure ليكونوا متأكدين that drivers بأن السواق، وحتى أقول الناس people كيفكم can use the road easily، يمكن أن يستخدمون الشارع easily بسهولة. وأيضا easily مثل هنا جتي مثل safely، أيضا إذا أشيل الـ ly راح ترجع easy، و easy أيضا قلبت الـ y إلى i وضفت ly وصارت ظرف حتى يوصف لي الفعل اللي هو استخدام الشارع use road easily without having accident، بدون أن تكون لدينا حوادث، بدون أن تكون لدينا حوادث أو السواق بدون أن تكون لديهم حوادث أو الناس نفس الشيء. أنت من يجيك سؤال بس تقول ليش ضباط الشرطة ينظمون السير؟ حتى تكونوا to make sure that drivers أو حتى الكار ما يحتاج use the roads easily. أريد اكتب وياها without having accident، بدون أن تكون لدينا حوادث عادي بكيفك. تمام. They also كذلك هم use radar speed gun، هذا الواجب الثاني، الواجب الثاني مالتهم use radar speed gun، اللي احنا بالعراق ما شاء الله ما عندنا استخدام رادار قياس السرعة. الواجب الثاني to identify، طبعا هنا to identify لكي نعرف او لكي يحدد او to know او to recognize، identify فعل هنا يعرف او يحدد، كيفكم
يعرف أو يحدد recognize يميز know يعرف identify أي واحدة منهم. إذا يستخدمون رادار كسرعة لكي يعرفوا شعرفون people الناس people who are driving too fast الناس اللي يسوقون بسرعة. وراح يجينا بالقطعة الثانية عن الرادار راح ناخذ هناك شي يقول لنا to catch speeder. فمن هسه تقدر تقولون لوش يستخدمون رادار قياس السرعة؟ طبعا احنا بالعراق ما عندنا بس بالشمال موجود هذا يثبتوا مكانات بالشارع ياخذ صور للسيارات المسرعة او ضباط الشرطة راح يحكينا عنه بالقطعة الثانية. رأسا نقدر نقول من هسه نعطيكم جواب to catch لكي يمسكوا catch speeders يمسكوا speeders المسرعين. اذا يستخدمون رادار قياس السرعة لكي يمسكوا المسرعين صار عندهم واجبين. This is very important هذا جدا مهم اكو شيء كلش مهم يوصلنا به. درايفرز السواق مصنت سبيد لازم السواق ما يسرعون. انت ابو يقول because لوش speeding السرعة is one of the leading causes of death تسبب الموت. اذا السرعة تسبب لنا الديث الموت. فانتبهوا هنا هاي الديث واكو عندنا مرة قلت لكم عليها ديد وعندنا داي ديث موت وديد ميت صفة وداي يموت والفعل الماضي مالته وتصرف ثلاث دايد. هذه شنو جتي اسم. اذا نقول السبيدنج شبيها شو تسوي او كوزز ديث. اذا سبيدنج كوزز ديث تسبب الموت هذا جواب. بعدين اجي هنا قال بوليس اوفيسرز also checks that the driver and passenger are wearing their seat belt. احنا ايش راح نقول الواجب هذا الثالث مالتهم بعدنا ويا ضباط المرور. بوليس اوفيسرز تشيك اخذها قبل على السيت بيلت يعني يفحصون احزمه الامان او يدققون على احزمه الامان او يراقبون واتشينج عادي بكيفكم واتشينج او تشيك شي يراقبون سيت بيلت. اذا سيت شوف هاي القراءه اذا هالشكل اقراها سيت واذا اي سات واذا اي اي راح تنقري سيت نزول مثل ريد شوفوا ريد بس خلي لها اي يصير ريد. اذا حتى تعلمون ايضا قراءه من القطعه سيت بيلتس. سم راح يجي سم بيبل جيت انجري بعض الناس يكونون منزعجين because they don't like to wear them لأنهم لا يحبون أن يرتدوها. الذيم يعني من ترجع على السيت بيلت. يعني ممكن يقول لنا why do police officer check seat belts لأن الناس because people don't like بس أقول because people وطفر هنا don't like to wear them لا يحبون أن يرتدوها أو يلبسوها اللي يقصد على أحزمة الأمان. But seat belt لكن يقول لك seat belts can prevent ممكن تمنع can prevent serious injuries إصابات الخطرة. هاي بالأحمر مهمة. إذا prevent رأسا نقول seat belt prevent يحتاج كان prevent serious injuries الإصابات الخطرة. تمام. If you have an accident إذا كان لديك حادثة so remember ذلك تذكر when you get into a car وذلك تذكر when you get into a car عندما تكون في السيارة you must شوف you must wear your seat belt يجب أن ترتدي حزام الأمان. إذا ثلاث واجبات direct traffic وركزوا وياي use radar speed gun وcheck seat belt. راح يحكي لنا هسه خلص من المرور راح يروح على الشرطة لما تكون جرائم راح يدخل لنا بهاي التفاصيل. إذا police officers also كذلك ضباط الشرطة investigate crimes إذا يحققون في الجرائم. ضباط الشرطة investigate crimes هذا الواجب الرابع يعتبر لهم like robberies مثل السرقات. ولذلك راح يحكينا يقول when there has been a crime عندما تحصل جريمة شو يسوون police officers are sent police officers are sent شوفوا هنا R و سنت مرة قايل لكم من تلقون تصريف ثالث هذا من سنت جاي والماضي مالته سنت والتصريف الثالث أيضا سنت ما دام قدام أم أو إز أو آر أو واز أو وير فهذا جملة مبني المجهول يعني يرسلون يعني ما بيها فاعل من هو يرسلهم ما قايل. إذن police officers are sent to the place المكان
where it happened الذي حصلت فيه الجريمة. نقول يرسلون إيوين إلى place of the crime إلى مسرح مكان الجريمة. وأكو crime scene أيضا راح نأخذها مسرح الجريمة تجي ونسش. هناك شيء يسوون they need to يحتاجون أن to look for أن يبحثون عن evidence. evidence شوفوا شلون قلت للطلاب شلون تحفظوها عندكم كلمة دانس شنو دانس كنا نعرف دانس مو كنا يعني يرقص بس خلوا لها ايفي قدامها ايفي دانس صار الدليل اذا هم يرسلون هناك حتى شنو يبحثون look for يبحثون عن دليل to look for هاي واحدة من القطع المهمة واللي عندكم صعوبة شوية فهمها او حفظها لازم هالشكل افصلها اكثر من مرة ترجعوا لها حتى تفهموها to look for evidence ليش يرسلون هناك حتى يبحثون عن evidence look for evidence هم يروحون يبحثون عن evidence إذن هم evidence evidence مثل شنو يعني مثل شغلتين واحدة منهن أما fingerprints finger أصابع وخلوا prints وياها prints هي شوفوها fingerprints and footprints وfootprints footprints يعني شغلتين يبحثون عنهن اللي هن fingerprints و footprints يعني بصمات الأصابع fingerprints and footprints وطبعات الأقدام هاي شي سويها which can be used اللي تستخدم to identify and arrest شغلتين identify أو تقدر تقولون to know أو recognize تمييز هاي الكلمات بديل إلها مكان identify اللي هي فعل to know and arrest يعني يعرفون ويعتقلون arrest إذن كلمة arrest يعتقل ونسيتوها to catch يمسك to catch يمسك المجرم the criminal هنا جانا كلمة criminal مجرم تمام إذن هم يروحون هناك حتى يبحثون look for an evidence مثل fingerprints footprints حتى شي يسوون to identify أو to know and arrest يعرفونه أو يحددونه المجرم and arrest أو catch the criminal قال of course they don't have to recognize انتبهوا عليها fingerprints الشرطة هم نفسهم لما يلقون هاي البصمات أو الطبعات الأقدام هم نفسهم يميزوها لا 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 مو نفسهم themselves يعني أكو راح يجون منه experts إذن مو هم خاف يجيبون كذا صح وخطأ أو فراغ there are هناك نكمل إذن مو هم يسوون recognize تمييز أكو شنو fingerprints experts إذن أكو experts يعني خبراء خبراء هم يسوون هاي الشغلة هو دوتات الذي نعملونها شنو هي اللي هي تمييز طبعات الأصابع شو يسوون بها طبعا واحد من عندكم يسأل ومن يجون يلقون جريمة مكان مثلا يجون يسوون شريط أحمر ويحددون المنطقة شايفينها بالصور مرات ويجي بحث يسوي لك فور عن إيفيدنس عن دليل مثل footprints fingerprints يعني مثلا بصمات الأصابع طبعات الأقدام مثل الأقدام يستفاد منها مثلا رقم حذاء المجرم مش قد القياس مالته يعني مثلا واحد لابس خلينا نقول 43 يصير يجيبونه واحد رجله يلبس 40 لا اكيد لا يعني يستفادوا من هاي المعلومات حتى يحددون او يعرفون المجرم ويلقون القبض عليه بوليس اوفيسرز also have to ask عليه كذلك هم ask يعني يسالونه منه A lot of questions يسألون أسئلة هواية They interview هناك شي يسوون هاي من ضمن روحتهم للمكان الجريمة يسوون interview مقابلة وانترفيو أقدر أقول meet يلتقون بمن بالwitness witnesses جمعها witness شاهد إذا نجمعها لأنه منتهي double S ضيف لها ES ضيف لها ES حتى تصير witnesses شهود يلتقون هناك بالشهود witnesses إذن interview أو meet witnesses الشهود who they think الذين يعتقدون منه ضباط الشرطة يعتقدون might ربما والmight هنا نسبة يعني التحقق مو مثل may might يعني محتمل have information عندهم information about the crime عن الجريمة إذن الwitness be ممكن give يعطي للمن للبوليس شطيهم information معلومات about what about the crime about a crime عن الجريمة
إذن الويتنس ممكن يساعد ضباط الشرطة يعطيهم information about the crime. Witnesses إذن الشهود can help ممكن أن يستطيع يساعد. طبعا حتى الكان مرات ما تحتاجوا help the police يساعد البوليس by telling بأن يخبرهم them telling them what a criminal looks like المجرم يشبه منه. إذا شغلتين الويتنسز ممكن يساعد البوليس بها اللي هن شوفوا اللي هن احفظوا criminal looks like يعني المجرم يشبه منه. مثلا يقول لهم الساعة بالعشرة وقت الوقت اللي حصلت بجريمة شفت واحد طويل فات من هنا يركض مثلا او راكب سيارة كذا او عنده مميزات الشكل كرش عنده قصير مثلا طويل نحيف حتى لما يشكون بأحد يجيبوهم راح يقولوا لا انت شاهد شوف ان هذول يا واحد منهم يقول لهم لا هذا مثلا ما كان مو شكله هذا ولا هذا إيه هذا 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 شك بي هذول اثنين شكيت بهم. فاذا راح يحدد لنا ممكن انه المجرم يشبه منه او يقول المجرم يشبه فلان كانه نفس الطول نفس العرض نفس القصه تمام looks like. اذا اول معلومه المجرم looks like وبعد شطيهم or what time time of a crime time of a crime. نقول المجرم ينطي شغلتين الأولى a criminal looks like looks like يشبه منه criminal طبعا هنا تكتبون فوق the criminal المكان ما يكفي والثانية a time of the crime time of the crime وقت الجريمة شغلتين الويتنسز ينطيها للشرطة خاف يقول لكم شنية يساعدهم او ينطيهم شغلتين. انا قال a crime was committed. committed يعني ارتكبت او حدثت يعني committed ارتكبت او happened نقول نقدر نقول مكانها حدثت. اذا بس تقول the time of the crime ما يحتاج تقول committed او بس اعرفوا هاي الكلمة دائما تجينا happened مقابلها يعني نفس المعنى تنطي. police officers try to prevent crimes هاي واجب جديد لهم ايضا الواجب الخامس try to prevent crimes اقول شلون يمنعون الجرائم؟ هم قاعدين بالبيوت مثلا او بدوامهم يمنعون الجرائم؟ لا طبعا يقول as well as solve them يعني ايضا solve crime solve يعني يحل طبعا فعل هنا يحللها شلون صارت ومن هو مشكوك به وهالشكل. اذا يسوون prevent crimes وكذلك يحلونها. they often watch they often عادة watch إذا هم يسوون watch يعني مراقبة places الأماكن where they think crimes are likely happen التي يعتقدون بأن الجرائم ربما تحصل بها. إذا هم شو يسوون عادة watch نقول by watching نقول by watching بمراقبة watching the places that أشوفوا the places الأماكن التي where they think crimes are likely to happen يعني محتمل الحصول فيها للجريمة. example على سبيل المثال for example crowded areas هم watching crowded areas تقدروا تقولوا رأسا هم by watching crowded areas يراقبون the crowded areas watching crowded areas أول شيء راقب الأماكن المزدحمة. إذن crowded areas هي مناطق مزدحمة crowded مزدحم و areas مناطق أو بدون areas يقولون places الأماكن crowded places الأماكن المزدحمة شبيهة هاي الأماكن المزدحمة مثل شو نقول اللي رايح يشوف باب الشرجي بالكاظم بغداد جديدة مثلا بغداد المناطق المزدحمة بالمحافظات أيضا الأسواق يعني مثلا اللي تكثر بها حركة هاي الكراودد إيريز شو تسوي؟ تسوي أتراكت تسوين أتراكت أتراكت يعني جذب فعل تجذب أتراكت تجذب منهم البيك بوكتس بيك بوكتس يعني النشالين بيك اللي إيده خفيفة بيك هاي تجي بسرعة يلتقط شيء وبوكت جيب دمجناها سوى بيك بوكتس يعني يخطف لك من الجيب شكو بجيبك أساس بيه او من الجنطة مال البنات او النسوان يسلت لفد موبايل فلوس قطعة ذهب اي شيء او الجنطة كلها حيث ما تحسين نفسك بالازدحام واذا الجنطة ماكو البيك بوكتس هم دولة اللي هم ايدهم خفيفة النشالين
هو try to steal، الذين يحاولون to steal يسرقون people's wallet، محفظات الناس. إذن من هو pickpocket؟ A person، شخص who try to steal people wallets، الذي يحاول سرقة محفظات الناس. تمام؟ زين. shop أيضا يراقبون وياها شنو shop that sells expensive items، المحلات اللي تبيع expensive أشياء غالية ثمينة. items نقدر نبدلها things، items يعني أشياء، و things أيضا أشياء. إذن يراقبون crowded areas، الأماكن المزدحمة اللي قلناها قبل شوية، هاي يسوون watching crowded areas اللي شنو تجذب attract pickpockets اللي هم who try to steal people wallets. وأيضا يسوون watching للمن للشوبس، المحلات that sells expensive things أو items، تبيع مواد ثمينة. زين، يعني مكانات مثلا شنو يروح يوم صياغة ذهب الشرطة يضفون يتابعون، لا يروحون يوم دولة يبيعون خردة شغلات مثلا سكراب أو كذا قديمة، لا طبعا يروحون يم الناس اللي تبيع أشياء ثمينة، لأنه هاي تجذب attract، تجذب منهم thieves اللي هي أصلها thief. لصوص سوينا شلنا حولنا قلبنا الاف إلى في وضفنا اس thieves. آخر شيء but police officers also help people with everyday problems، مع مشاكلهم اليومية. هنا الواجب الأخير اللي هو أعتقد رقم 6 صار عندنا، يساعدون also، بس نقول police officers help people، يساعد الناس with everyday problems، أو تقولوا رأسا مع مشاكلهم، with their problems، مع مشاكلهم. For example، على سبيل المثال، if you are lost، إذا أنت تهت ضيعت lost، أنت طبعا بالشارع مرات تيه وين نروح، رأس نطبق يم المرور أو يم الشرطة، you needn't worry، لا تحت ما تحتاج تقلق، you can just، فقط ask، تسأل police officers، ضباط الشرطة، about direction، عن الاتجاه فقط. إذن هذه ملخص القطعة كامل، رجعون تعيدونها أكثر من مرة، تسيطرون عليها بهاي الطريقة إن شاء الله. لازم تحلوها. Why do people have to follow the law؟ ليش الناس لازم يتبعون القانون لكي نعيش سوية بأمان؟ كم سؤال حتى تشوفونه. Why do police officers have a lot of duties؟ ليش ضباط الشرطة عندهم واجبات هواية؟ لأن عندنا قوانين كثيرة أن تجاوبوها. Why do police officers direct traffic؟ لماذا ينظمون السير؟ أنتوا تروح تقولون لكي يتأكدوا بأن الناس أو السواق يستخدمون الشارع بسهولة. Why do police officers use the radar speed gun؟ لماذا ضباط الشرطة يستخدمون الرادار لكي يمسكوا المسرعين أيضا؟ وأنا شرحت What does the speeding cause on the road؟ شو السبب أن السرعة؟ طبعا سبب أن الموت. What can seat belts prevent in the accident؟ ممكن أن أحزمة الأمان تمنعنا في الحوادث، الإصابات الخطرة طبعا. Why were police officers sent to the crime scene؟ لماذا ضباط الشرطة يرسلون إلى crime scene اللي هي مسرح الجريمة؟ طبعا نقول to look for evidence، يبحثون عن دليل، أو نقول to investigate crimes لكي يحققوا في الجريمة، أو أكيد راح يبحثون عن دليل. Why do police officers look for evidence؟ ليش يبحثون عن دليل؟ To know أو to identify، يعني لكي يعرفوا من هو ذاك المجرم، أن تقولوها ويلقون القبض عليه أو يمسكونه. زين، بعد هو ريكوجنايز فوتبرينتس فينجربرينتس فوتبرينت، اللي يميز ان بصمات الاصابع وطبعات الاقدام، اكيد هم دول الخبراء. شنو هم؟ نحولها بالانجليش. هاو كان ذا ويتنس هيلب ذا بوليس اوفيسر، شلون الشاهد يساعد الضباط الشرطه؟ طبعا ينطيهم معلومات عن الجريمه. What is the witness؟ شنو الشاهد؟ هو شخص يعطي الشرطة معلومات أو يساعد الشرطة في معلومات تخص الجريمة. How do the police officers try to prevent crime؟ شلون يمنعون الجرائم؟ يراقبون الأماكن المزدحمة والمحلات اللي تبيع أشياء غالية. What do crowded areas attract؟ المناطق المزدحمة شنو تجذب؟ بعدين what تجذب طبعا النشالين. What do shops؟ ماذا المحلات المزدحمة ذات التي تبيع sell expensive items attract، تجذب منه هاي المحلات اللي تبيع مواد غالية. What should you، طبعا تجذب اللصوص، هناك
نشارين هنا اللصوص. What should you do if you lose your place؟ إذا أنت تايهت شو تسوي؟ لا فقط تسأل البوليس. ولهنا ألتقيكم بالقطعة الجاية إن شاء الله، قطعة رادار. تحياتي لكم وإلكم.